كوكو، السلام عليكم. تحشكم بزاف، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غبرت عليكم، ما بقيتش كنحط فيديوهات لانني كنت كنوجد وفي نفس الوقت كندوز امتحانات ومازال ما كملتش. دعوا لي بالتوفيق. المهم ما نطولش عليكم، اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير حريره حمراء مغربيه. هذه فرصه بالنسبه للبنات اللي في السن ديالي بغات تعلم تصايب الحريره. اذا بالنسبه للمكونات فغادي نحتاجوا 7 ديال الحبات ديال مطيشة أو الطماطم اللي غادي نديرهم يتسلقوا في الماء الساخن. عندي هنايا زلافة كبيرة ديال حمص فازك، زلافة كبيرة ديال الربيع مخلط يعني ما بين قزبور ومعدنوس وكرافس، حبة ديال البصلة محكوكة. وبالنسبة للتوابل غادي نحتاج الكركم أو الخرقوم، الملح والفلفل الأسود وزيت الزيتون. اول حاجه غادي ناخذ هاد الحبات ديال الطماطم وغادي نوضعهم في كاسرونه، ومن بعد غادي نضيف لهم الماء اللي غادي تسلق فيه هاد الطماطم ونوضع الكل على نار هادئه او متوسطه الحراره. بالنسبه للمرحله الثانيه غادي ناخذ كوكوت او طنجره الضغط، غادي نوضع فيها هذيك الحبه ديال البصل المحكوكه والحمص الفازك والربيع يعني داك الخليط ديال المعدنوس والقزبور والكرافس، ومن بعد غادي نضيف زيت الزيتون تقريبا واحد ربع كاس عنبه. ومن بعد غادي نزيد التوابل، غادي ندير الفلفل الاسود واحد الملعقه صغيره والكركم واحد الملعقه صغيره ايضا، وبالنسبه للملح غادي نخليه حتى الاخر عاد نضيفه. ثم غادي نوضع الطنجره فوق نار متوسطه الحراره وغادي نضيف ليها الماء الساخن فين يطيب داك الحمص. ضيفوا الماء سخون يعينكم ميزانكم وسدوا الكوكوت حتى يطيب الحمص. في حاله ما طابش لكم غادي توليوا تضيفوا له الماء فاش يطيب، ولكن هذه المره يكون ماء بارد يعني الماء غير ديال الروبيني عادي باش يطيب لكم. وكملاحظه بالنسبه للملحه اللي ما درتش في الاول غادي نخليها حتى يطيب الحمص عاد غادي ندير الملحه، حيت فاش كديري الملحه ومع الحمص ما كيبغيش يطيب في الاول. بالنسبه للطماطم المركزه اللي غادي نستعمل في الحريره كيف ما كتشوفوا، يلا فتحت هذاك الحك ديال المطيشه، غادي نحتفظ بها في علبه ديال الزاج حيت ان فوا كنحلوا العلبه ديال القصدير في البلاصه كتاكسد. اذا غادي ناخذ العلبه ديال الزاج وغادي نوضع في الاول في الداخل ديالها كميه من الزيت النباتيه اللي كتساهم في الحفاظ عليها من التاكسد وكتبقى لكم مده طويله في الثلاجه بلا ما تفسد. فغادي نبقى غاديه بنفس المنوال، غادي ندير طبقه ديال الزيت ومن بعد غادي نغطيها بطبقه ديال الطماطم ونولي عاوتاني نغطيها بطبقه ديال الزيت حتى الاخر. ثم نغطيها ببلاستيك غذائي ونحتفظ بها في الثلاجه. ففي هاد الاثناء كتكون مطيشه تسلقات فغادي نطحنها بهاد الطحانه اليدويه حتى نحصل على صلصه الطماطم. كيف ما كتشوفوا غادي نطحنها بالماء ديالها كامل بقشورها بكل شيء. ثم من بعد ما فتحت الكوكوت ولقيت الحمص طاب غادي نضيف عليه ديك صلصة ديال الطماطم اللي طحنت كاملة ونولي نسد الكوكوت باش تزيد تغلى هديك صلصة الماطيشة اللي كبينا على الخليط الاخر، ونمشي مباشرة باش نحضر الخليط ديال الدقيق مع الماء باش كندور الحريرة. كاين اللي كيدورها اما بالخضرة او لا بالتشيشة، كتجي صحية اكثر، كل واحد والطريقة ديالو. مهم هنايا درت تقريبا 10 المعالق كبار ديال الدقيق وغادي نبدا نضيف عليهم الماء البارد ديال الروبيني تدريجيا حتى نحصل على واحد الخليط دقيق شوية يعني كيكون خاطر، وحركوا مزيان باش ما يبقاوش هذوك الكريكيبات ديال الدقيق في الخليط. من بعد غادي نقوم بتحضير صلصه ديال الطماطم المركزه. غادي نحتاج واحد 4 المعالق كبار من صلصه الطماطم المركزه
وغادي نبدا نضيف ليها كذلك الماء ونبدا نحرك حتى نحصل على واحد الصلصه اللي تكون خفيفه وفي نفس الوقت كتكون خطره شويه. من بعد غادي نولي نفتح الطنجره وغادي نبدا نضيف داك الخليط ديال الدقيق والماء تدريجيا شويه بشويه وانا كنحرك. ثم من بعد غادي نضيف الخليط ديال الصلصه ديال الطماطم اللي كيعطينا اللون والمذاق كذلك ونبقى نحرك مزيان. واخيرا غادي نضيف واحد الحفينه ديال الشعريه رقيقه ديال السفه، وفي الاخير باش كنحصلوا على واحد الحريره اللي كتجي خفيفه ما كتكونش ثقيله بزاف، حريره حمراء مغربيه بهذا الشكل كتكون طابت وجدات. كيبقى فقط نشارك معكم مائده العشاء. ما شهيتكم صراحة جات زوينة الحريرة، أنا كتعجبني بزاف ومن الأطباق المغربية المفضلة عندي. كنشرب بعض المرات من 3 حتى 4 ديال الزلايف. خليو لي حتى نتوما في التعاليق واش كتعجبكم الحريرة وشحال كتشربوا من زلافة باش نعرف واش نتوما بحالي ولا كاين اللي كتر مني. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحريره الحمراء المغربيه، كتجي خفيفه ولذيذه بزاف. كنقدمها لكم بالصحه والعافيه، نتمنى تعجبكم. كنشكركم على المتابعه، ما تنساوش تدعموني بواحد لايك وتخليوا لي واحد التعليق، ودمتم في امان الله.